مباراة تبدأ من عند الأرسنال. نيمار، فرصة خطيرة مع نيمار، دفاع ممتاز، مستحيل البداية، أي قوة، أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء، انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات، الله على هذا الصخب. نيمار، نيمار، الله ببطن القدم، بعيد عن حارس المرمى. مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كارلوس ألبيرتو، كرة للتسديد الآن، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته، كرة تعود للأرسنال. ديفيد ألابا، فرصة هدف لديفيد ألابا، يا الله كم ممكن تكون هدف، الله على التدخل. موسى ديمبلي، الكرة تعود للأرسنال، كرة بيخلصها المنافس، فرصة للتسديد، رمية تماس لتشيلسي، الحكم يمنح الأفضلية للأرسنال، حلوة الكرة إلى الطرف، ديفيد ألابا، دال بييرو، نيمار، نيمار وفرصة هدف الآن، نيمار مستحيل، الله يا نيمار، الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. فيل فودن، النتيجة 3-0 مع نهاية الشوط الأول. بعد شوط أول كان من جانب واحد، نتمنى بأن يكون شوط المباراة الثاني مختلف، ونشاهد على الأقل شوية ندية وإثارة بين الفريقين. الكرة بتروح من لاعبي تشيلسي، تمريرة عالية في منتهى الجمال، فرصة يسجلها نيمار، تصدي ممتاز بقبضة اليد من تير شتيغن، واضح أن مدرب أصحاب الأرض قرر القيام بتغيير في هذه اللحظات. ضاعت الكرة، بينية مرفوعة، فرصة يسجلها نيمار، هذه المرة لم تمر، قد تكون الفرصة الحقيقية الأولى التي تصدى لها الحارس. ركلية من جديد، فشل الفريق في تحضير اللعب، مدرب أصحاب الأرض يفكر بالتغيير الآن. جواو ماريو الآن يبحث عن استخلاص الكرة، بعد فرصة لوضع الكرة في الشباك، تشتيغن يبحثها لكن ما زالت خطيرة، تدخل مثالي وإبعاد للكرة كانت خطيرة، لابد أن تستغل هذه الكرة، الله كرة في المرمى بعد أن اصطدمت القائم. فريق أرسنال،
النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. أوديون إيغالو، سأقول عند الفرصة ضربة رقمية مشاهدينا بعد أن ارتطمت الكرة وغيرت مسارها. حكم يحتسب خطأ على اللاعب ويكتفي في هذه المرة بالإنذار الشفوي. المنافس يسيطر على الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة، والكرة مقطوعة. نهاية المباراة مشاهدينا، معلنة فوز أصحاب الأرض اليوم.